جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. ماشي، أنا رح أعمل كل جهدي لتشوفي أجيت على انفراد. لا تبكي ولا تقلقي. ماما؟ نعم. ليش واقفة؟ تعالي الكل ناظرينك. اسمعي. نعم. بنت حماكي، شو بتكون عم تقلها؟ مين هالبنت؟ مين ماما؟ مو مبين إنها من طرفنا. ماما بس مين ما كانت تكون، يمكن من طرف العروس. ماما انسيها وتعالي. يلا ماشي. يلا. ممكن؟ كان بدي أحكي معك شوي، فيك تيجي معي بس دقيقتين؟ بس هلأ؟ أرجوك تعال معي، الموضوع مهم. هلأ بتعرف شو هو. ماشي. عفوا. لوين أخذته رايحة؟ أنا لازم أعرف شو فيه. ممكن أعرف هلأ شو هالموضوع هاد؟ أجيت بصراحة، رفيقتي هون بدها تشوفك وتحكي معك كلمتين. أجيت، أنت تركتني بعد ما ضحكت علي. بتفاجأ اليوم أنك عم تتجوز وكأنه ما كان في شي بيناتنا. بس اليوم مانو يوم حظك، مانك محظوظ لأنه بنت حماها لأختك بتكون رفيقتي. واليوم أنا شفت وشك، شفته على حقيقته. ممتاز ممتاز، اليوم شفتي وجهي على حقيقته. أنت ممكن تقولي لي شو بدك مني يا حلوة؟ بدي توضيح. أجيت، أنت كذبت علي وغشيتني كتير. سواتي 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 حبيبتي، بترجاكي لا تكبري الموضوع كتير. ماشي؟ منيح سواتي، صحيح أنه الحب أوقات بيكون شي حلو كتير، بس بصراحة الحب شي، وأنه يتحول لزواج شي تاني. بالزواج الكل بيفكروا بالأمان مثل ما فكرتي أنتي. ليش بدك ياني؟ مو لحتى أقدر أمن لك حياة مستقرة وآمنة؟ صح؟ بس أنتي شو رح تقدري تعطيني بالمقابل؟ ها؟ الزواج معادلة ومستحيلة الحل. شو بتقصد بهالحكي؟ سواتي، أنا قصدي أنه مانيشا يلي أنا بدي أتجوزها هلأ هي البنت الوحيدة والغنوجة لأهلها. هن ناس أغنية فوق ما تتخيل، عندهم محلات كتير بمومباي، عندهم شقق كتير وأملاك، وكل هالمحلات رح يصيروا إلي بعد الزواج طبعا.